أهلا بكم من جديد. تعتبر سندوتشات التوست من الأكلات الخفيفة والشهية التي يمكن إعدادها وتقديمها أيضا في حفلات الشاي كوجبة فطور للمدرسة. أيضا هناك أفكار كثيرة شهية وسهلة يمكن تحضيرها باستخدام بعض المكونات بأشكال جديدة وغير تقليدية. نتعرف على بعض من تلك الأفكار وطريقة عملها. تنضم إلينا في الاستديو الشيف سعاد شمة المعروفة ب السيدة ملعقة. السيدة ملعقة لقب جميل. شكرا. البداية إيش قصة السيدة ملعقة قبل ما نبدأ؟ والله هو ما في قصة، بس هي يعني بتذكرك بطفولتك إذا كنتوا تحضروا السيدة ملعقة. أكيد طبعا أفلام الكرتون إحنا وصغار، فحسيت الاسم كان ملائم، الثيم متناسب مع الأشياء اللي بتعمليها. طيب عرفينا، أبدأ عرفينا كيف ممكن نستخدم التوست أو نعمل سندوتشات لذيذة. هلأ هو الخبز كمكون، خبز يعني عنصر رئيسي بكل أكلاتنا العربية، وحتى يعني لو تشوفوا كل الثقافات معظم الثقافات الخبز بيكون عنصر كتير رئيسي. يعني أول ما تدخلوا مطعم أول إشي بنزلوا سلة الخبز، إن كان مطعم إيطالي مع الشباتة والفوكاشيا، إن كان هي المشكلة مع الباجيت بالضبط هي المشكلة. حتى المكسيكي عندهم الناتشوز اللي هي تعتبر تورتياز محمصة أو مقلية، فالخبز عنصر رئيسي بمعظم الثقافات. والتوست بريد هو بدكم تحكوا مثل الثقافة الأمريكان أو الغربية شوي يعني. طيب أنا شايفة العديد من المكونات على الطاولة، إذا بتقدري تقول لنا أكثر الأشياء اللي ممكن نعتمد عليها في السندوتشات والأطفال يحبوها. هلأ الحلو بالخبز إنه ممكن كتير تتفننوا بالإضافات اللي بتضيفوها عليها. كتير في توبينجز ممكن تستخدموها سهلة وما بتاخد وقت، مثل الحمص، مثل البيريز أو المربى، لبنة، في عندكم زبدة الفول السوداني البينت باتر، أنواع من الأجبان المختلفة، في رمان، ده نوع إيه؟ هذا الموزاريلا البافلو. أيوة مش هذا النكهة إيطالية شوي، هذا الجبنة الكاسات السائلة بالضبط. في عندكم تشيبس، في عندكم فراولة، موز، زيتون، نوتيلا، طبعا الكل بحب الشوكولات أكيد. في هاي جبنة فتة تشيز مع قشقوان مع شوية بقدونس زعتر، وبالنص بتلاقوا يعني كيف ممكن تحطوا كل هاي المكونات عشان تخترعوا إشي شوي جديد وتتفننوا بالخبز. شايفة كمان أفوكاتو يعني هنا بالضبط ممكن تعمل أفوكاتو. أنا في البداية ببدأ أجرب، أنا شفت الطاولة أغرتني، أنا ححط شوية لبنة. طيب إيش أنا قبل حلقة قلت لهم هاكلها مهما تحطش عينك على حاجة كلهم بتوعي. طيب سعاد يعني قبل ما تخلصهم مروة كلهم اشرحي لنا إيش الخلطات اللي بتعمليها للتوست، وإيش أكثر شيء يحبوه الأطفال طبعا غير النوتيلا يحبوه؟ يعني أنا مثلا أولادي بحبوا اللبن كتير، كل يوم الصبح بفيقوا أول إشي بيقولوا لي ماما خبزة ولبنة، فهون عندكم لبنة مع زعتر وزيتون أخضر. أنا قاعدة أعملها بالضبط، ممكن لبنة مع زعتر حاف، ممكن لبنة مع زيت زيتون حاف، ممكن لبنة مع خضار توميتو بندورة خيار. هاي حمص مع جرجير. جرجير طيب. هاي أفوكادو، وهي خلطة زعتر مع بصل بندورة سماء شوية شو اسمه اللي هو ليمون، عصرة ليمون. هذه انت عاملة مع العسل بس ايش هو؟ هاي مع العسل وجبنة كريمية. وهي جبنة كريمية مع انا كنت ابغى احط جبنة كريمية مع عسل، بعدين قلت لا بعدين المشاهدين شو يقولوا. جاهزة جاهزة. ممكن مثلا هذا زبدة الفول السوداني، دي محبوبة جدا عند الاطفال يعني دايما بيحبوها. ممكن تحطوا عليها موز، ممكن تحطوا عليها موز. في الجاليري في تشجيع صراحة، تشجيع بعنف شوية عشان وممكن كمان نحط عليها قرفة. قرفة بالضبط، والله يعني هي الافتكاسات طلعت دلوقتي. الاختراعات. طيب انا هحط لبنة وزيت زيتون. يا ريت اسرع. طيب ايش كمان خليني افكر، طيب عشان اطلع بخلطة الخلطة هي حقتي. طيب اديني فرصة اذا بدكم خليكي مع مربى. طيب لبنة ومربى. صح لبنة ومربى ممكن اي شيء بدك تقول ممكن اتفاجئ يعني. جربوا قولوا. طيب نجرب حجرب يمكن مع اللي يحط شيء يذوقه. عادي ما هي عاملاها مع جبنه ممكن تحطي مع اللبنه.
طب حطي انت معلبنا، انت شكلك موبيل. انت شكلك نفسك فيها معلبنا. صراحه انا نفسي فيهم كلهم، مش اخبي عليك. انت اعملي بتاعتك مع المربى وانا هعمل. انا جعانه صراحه. يعني مثلا لو وجبه الفطور ممكن تعملوا بيض مسلوق مع مايونيز او بيض مسلوق مع افوكادو، لانه الاطفال دايما بيحبوا الاشياء الحلوه. بالظبط، فبنحاول ان احنا ندخل لهم حاجات مع بعضها، لبنه او جبنه حتى غير الاطفال. وجبه اطفال يعني هاي الاختراعات والتفنن حلو للتجمعات مع الأصحاب، حفلات بيطلع يعني كمان شكله حلو. مروة حكم عليها تذوق اللبنة مع مربى اللي هي سوتها، هذوق وهيكل مثل ايش. فكيف طلعت؟ لا قولي حلوة. أنا ححط جبنة اللي هي الجبنة السائلة مع المربى لأنه أعرفها، أو مع العسل ومع الشيبس كمان. واو. يعني الباراتا مع الكرافت وتشيبس عمان معروفة، بس ممكن تعملوها على التوست. طبعا عشان كذا نستلهم الأفكار. بعدين عشان ما تحسيش بتأنيب ضمير خدي التوست الصغير. واللي الثاني واللي فوق ده بس زيد التوبينج. واللي فوق ده ما في تاني. يعني ممكن حتى على المربى تزيدوا فريش، يطلع شكلها أحلى. صح، جميل. احنا سعيدين في وجودك معنا يا سعاد. كانت فقره سريعه وافكار ملهمه وحلوه، ان شاء الله حتشوفك مجددا. شكراً. في فقرات قادمه وافكار جديده. يعطيك الف عافيه. شكرا سعاد، يعطيك العافيه. الله يعافيكم صحتين. نراكم غدا واحنا ناكل ونعيش حياتنا، نكمل. صباحكم حلو. الى اللقاء، كونوا بخير.